دكتور محمد أي تعميم ناقد وباحث في التراث. دورة هذه السنة من سماع مراكش هي دورة ستنصب على مجموعة من المحاور، من بينها الندوة حول تتمين تراث مدينة مراكش. سيشارك فيه مجموعة من الخبراء والباحثين الذين يتحدثون عن المدينة وعن تراثها العمراني وعن الأسئلة المطروحة حول المدينة اليوم. ثم هناك ندوة مهمة جدا تنصب على الحديث عن النسخة الشيخة لصحيح البخاري، وهي نسخة كانت متوفرة في المغرب منذ عهود قديمة، واعتنى المغاربة بهذه النسخة التي تعتبر أصح النسخ لصحيح البخاري. ثم هناك قراءة في رواية خناتة بنت بكار زوجة المولاي إسماعيل، هذه المرأة الصحراوية التي أنجبت الملوك العلويين، تناولتها هذه الرواية لعبد الإله بن عرفة بطريقة يعني جد ذكية، بحيث قدمت الرواية هذه الشخصية منذ طفولتها في الصحراء إلى موتها بفاس. وعبر حياة هذه المرأة نلاحظ التحولات التي وقعت في المغرب في نهاية القرن 17 وبداية القرن 18، وأيضا كل الأشياء التي عرفها المغرب من تأسيس الدولة الحديثة، تأسيس الجيش القوي، أيضا سلطة العلماء وسلطة الصوفية وسلطة القصر و البناء العميق للدولة المغربية سيتأسس في هذه المرحلة. واستطاعت الرواية أن تكشف عن هذه التحولات والتطورات، بالإضافة إلى أن هذه الدورة أيضا ستعرف مشاركة البجدوب، يعني باعتباره من أهم يعني الشيوخ الذين يمارسون الطرب الأندلسي أو طرب الآلة. ثم هناك يعني فرقة السماع المراكشية التي ستكون مطعمة بمجموعة من الأصوات من المغربي كله. وأعتقد أن هذه الدورة ستعرف نجاحا كبيرا، لأنها انبنت هذه السنة على التركيز على الأسئلة المحلية وعلى الاعتماد على الطاقات المغربية بالخصوص. فنلاحظ أن في الافتتاح هناك إقبال كبير من قبل الجمهور على هذه التظاهرة، ونتمنى أن تتطور في الدورات المقبلة.